صباح الورد هاني يا زبعت لي ملحفة اقعد اقرا لك يا انسان، فاضيين هالسواليف. يا يا هاني مساك شو مساك اخبار؟ اسمع انا بحب اتنمر عليك. حبيبي. بالضبط هو هذا اللي بدور عليه. تنمر دخل على نادي باسم التنمر، طلع يقول انت بتنمر علي. لطفي الزعبي بالضبط. زميلنا العزيز والنجم الرياضي في قناة العربية وفي كل مكان. لطفي ايش احكي لي عن مباراتي امس، ليفربول من جهة والفيصلي من جهة اخرى. ليفربول بيستاهل يفوز المباراة، لكن لم تكن بالمستوى اللي متوقع. يعني عادة نهائي دوري أبطال أوروبا بتكون ملحمة كروية رائعة، دائما نشوف مستوى أفضل، لكن ليفربول هو فاز جدير بالفوز وبالتاهل، إنما مش هذا المستوى اللي عادة نشوفه، خصوصا لما بيكون ريال مدريد طرف، بيكون برشلونة طرف، بتكون هذه الفرق، بيكون بايرن ميونخ طرف. ليفربول كان كويس، لكن كنا متوقعين ان المباراه تكون اكثر اداء اثاره من المستوى اللي ظهروا عليه. توتنهام بصراحه صار عنده فرص سيطر على المباراه بعد الهدف اللي سجله محمد صلاح، يعني بالدقيقه بعد 38 ثانيه كان في ركله جزاء لليفربول، وهي رفعت معنويات الفريق وخلتهم يقدموا بروح مختلفه، وريحت الفريق وجمهور ليفربول. نعم لم يوفق توتنهام بانه يعدل، لكن هم اصلا فارق المستوى بينهم حتى في الدوري يعني 71 نقطه لتوتنهام مقابل 97 لليفربول، في حوالي 26 نقطه بالدوري. نعم المستوى واضح لصالح ليفربول بالارقام. هذا هو اللقب السادس لليفربول. كلوب مدرب ليفربول كان حوالي 6 نهائيات، سواء بالمانيا مرتين بالكاس، وصلهم وما فاز بالدوري الانجليزي برضو. العام اذا بتتذكر لما محمد صلاح اصيب مع ليفربول من راموس نعم كان بالفاينل، فالفريق جدير الصراحه، لكن احنا بنحيي كلوب لانه اداء الفريق تغير، اعطاه شخصيه مختلفه. نعم مدرب مصر ظل عنيد لما وصلوا لهذه المرحله. وبنحيي محمد صلاح لانه هو الخامس لاعب افريقي بيسجل هدف في نهائي دوري ابطال اوروبا، وبسجل اسمه على لائحه شرف على مستوى العالم من جديد. نعم. لطفي كيف نعم. شفت الفيصلي امبارح؟ مضبوط زي ما حكيت، هو ثالث لاعب افريقي واداؤه كان رائع محمد، وان كنا بنتمنى يكون افضل، لكن الفيصلي والرمسه مباراه كثير جميله فيها اثاره، بتعرف دائما طابع النهائيات بالاردن تاخذ منحى خاص، سيطرة لرمسة وحداد في إثارة كبيرة لأنه فريقين كبار وفريقين. رمسة في البوز قاعدين في البوز فعلا. نعم رمسة كان مهدد بالهبوط مع بعد تغيير الإدارة، سيد رائد النادر الرئيس النادي الجديد عمل تغيير وثورة، وأسامة قاسم المدرب اللي سلموه قيادة فريق نادي رمسة عملوا تغيير كبير جدا بالفريق، واستطاع أنه يوصلهم لهذه المرحله. صراحه فريق شاب، انا بحيي فريق نادي الرمسه، وفريق شاب قادم بقوه، ظهر بمستوى كويس، لكن ظهر هون فارق الخبره الفيصلي. الفيصلي هو مسيطر تقريبا على معظم الالقاب الدوري الاردني بعيدا. هلا عندك رايين، عندك راي هاني جمهور العادي اللي زينا، وفي راي النقاد المحللين، فلما بدنا نقيم لازم نقيم وجهه نظر فيها اكثر منطقيه. الفيصلي صراحه في مرحلة من المباراة ضغط وهدد، وكان طبعا قدم أداء كثير رائع، لكن كمان الرنسة عنده كثير فرص مهمة جدا، في جدل كبير على ركلة جزاء، وفي جدل كبير على إنه في هدف في تسلل ولا لا تبع الرنسة التعادل. نعم. عشان نحكم لازم الفار، الفار ما فيه والحمد لله، الفار ما في ما في فار وخلاص. والله لو في عندنا فار يا لطفي لنقطع بعض، خلنا بدون فار بالضبط. ولسه انت شايف الوداد والترجي دبحوا بعض يوم ليلة الجمعة طبعا في نهائي افريقيا، وملحمة يعني، واثبت فشل الاتحاد الافريقي اداريا في ادارة هاي المباراة اللي هي واحدة برضه من المباريات اللي كثير هامة. لكن احنا عرس كروي، انا كنت متعاطف وحابب الرمسة يفوز لأكثر من سبب، لأنه زمان مش شايل زي الجزيرة، أنت بتشوف هذول الفرق فرق عظيمة وعريقة، لكن إنجازاتها من زمان ما عملت إشي. طبعا بالزمان، فكنا بصراحة فرصة أنه الرمسة يتوج ويرجع بروح مختلفة لجمهور الرمسة ولا وهذا لا، لكن كمان الفيصلي فريقنا وبضل فريق طبعًا كبير جدا واستحق الفوز. وبالآخر بقول لهم مبروك للفيصلي، مبروك لليفربول، مبروك للترجي،
ومبروك لك ان شاء الله نشوفك عريس ثاني. تشوفني ايه؟ عريس. عريس خلي خالو الحايك ان شاء الله تجيك شكرا لطفي الزعبي، سلم على الجميع، زميلنا العزيز واخوي وعشرة عمر، وايضا حبيبي. نجمنا الكروي، نجمنا الاعلامي بالكرة وبالرياضة عموما، دائما معكم في وسط البلد. إلك خالو ان شاء الله هسه مرتي بتصل فيه للزعبية.